عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. كما شفت العنوان وكما شفتوا حتى في المينياتور، اليوم غادي يكون فيديو ديال تحضيرات العيد ان شاء الله باذن الله. غادي نبدا معكم تحضيرات ديال العيد. شحال ديال البنات طلبوني على هذا الفيديو هذا. دابا غادي نبداو في الفيديو ديالنا على بركه الله. همت في التقطيش. اول حاجه درتها يا البنات اللي هي عمرت شعري بالزيوت مزيان مزيان، حيت بغيت ندخل ندوش. راكم عارفين حتى الشعر ضروري نعتني به، ماشي غير حيت محجبه ما تعتنيش به، ضروري من الاعتناء والاعتناء. درت عمرت شعري مزيان مزيان بالزيوت ودرت ليه هذا البوني هذا باش ندخل دابا ندوش. قلت غير ندير لكم المقدمه ديال الفيديو عاد ندخل ندوش. اول حاجه غادي نديرها غادي ندخل ندوش، عاد من بعد غادي نجيب الروتين ديالنا الصحي. وانا متاكده الا تبعتي هذا الروتين هذا غادي تخرجي زوينه. دابا غادي ندخل ندوش، عاد غادي نبدا معكم الروتين ديالي وصافي. دابا كنمشيو فين تناوني تنخرج من الدوش. اي فوالا. المهم البنات انا راه دوشت دابا، ضربت واحد التحميمه فعلا تاركه. دابا غادي نجيو للعنايه بالبشره، شنو غادي نستخدم لوجهي باش نبانو الحله اللي زوينه 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 بزاف في العيد. اول حاجه اللي خصها تطبقوها واللي خصها تكون اكيده اللي هي غسل الوجه بالصابون اللي عندكم. صافي انا غسلت وجهي بداك لوجي نيتويون ديال سيغاف اللي ديما كنشاركو معكم. دابا غادي نجيو نقشروا البشره، حيت راكم عارفين ما حكيتش وجهي كاع في الدوش. انا ما كنحكش وجهي كاع في الدوش، خليت وجهي بحال هكاك. دابا ما حد المسام محلولين وكلشي غادي نستغلوهم. اول حاجه غادي ندير اللي هي المقشر. المهم راه مفرشه هنايا واحد الفوطه باش ما نوسخش الحاله، وهذا راكم عارفين. المهم هنايا المقشر ديالي ها هو، فيه الزيت البلديه وفيه زنيده وفيه القهوه. دابا غادي نجيو على بركه الله نقومي والوجه ديالنا. غادي نحاول نبعد شويه الزيت باش ما نوسخوش بحال هكا، وغادي نبقى نطبق القماش ديالي. نحيدو الخلايا الميتة. غادي نبقى نقومي على هاد الشكل هذا. غادي نبدا نركز مزيان مزيان البلايص اللي عندي فيهم لي بوان واغ باش مهم القماج يا البنات، باش كتحيدو دوك الخلايا الميتة. وصافي ملي كديرو الماسك كيستافد منه الوجه. اما ملي كديرو الماسك وانتوما كاع قوميتو الوجه ديالكم وهذا، ما كيستافدش منه الوجه حيت بحال كتخبو الما في الرملة بحال داك الشكل. ضروري ما تقومي الوجه ديالكم قبل ما ديروا اي حاجه، وغير بشويه ما تبقاوش تفركوا بزاف وجهكم، حيت راكم عارفين راه غير الوجه هذا راه ماشي شي حاجه غير بالخاطر، وغير بحركات دائريه ما تجهدوش عليه. مهم البنات دابا راه غسلت وجهي، نحس بالبشره ديالي رطبه بزاف بزاف بزاف، وهذا التشنيفي رجع فيهم اللون فبقاوش كما كانوا. صافي دابا غادي نجيو الماسك ديالنا السحري اللي زوين بزاف بزاف، غادي يهنيك من الحبوب. متواجد غير في الدار غير في الدار غير في الدار، واحد الحاجه اللي ما يمكنش الشعب المغربي ما يديرهاش، ما يمكنش، اللي هو الشاي الاخضر او لا اتاي. ها هو اتاي العادي اللي كتستعمليه، لا كتعمري به اتاي داركم. غادي تشديه ليا، غادي تنقيه، غادي تقلبيه من دوك العويدات وهذا، غادي تنقيه وغادي تمشي وغادي تطحنيه تيولي غبره. صافي وكتصفيه. من بعد اللي كتخبيه كديريه في لي ماسك، واخا يبقى عندك ما عرفتش شنو، راكم عارفين الشيء الاخضر ما تيدير حتى شي حاجه. صافي وكديري به لي ماسك ديالك. انا هنايا غادي نحتاج معلقه، غير القياس اللي غادي ندير معلقه ونص ديال الشاي الاخضر. ها نتوما هاني درتو هنايا فهاد الطبسيله هادي، جيت هنايا باش نصيب معكم باش تشوفوا كلشي. وغادي نحتاجو دانون مسوس. دانون مسوس راه كيدير غير جوج دراهم عند مالي الحانوت. بالنسبه اللي ما عندهمش دانون مسوس ممكن تستعملوا الحليب. هنايا ضفت هنايا دانون، ها هو درت معلقه على حسب نتوما عينيكم ميزانكم، على حسب الخليط. ما يكونش ثقيل بحال هكا، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف. تقدروا ديروه لوجهكم لعنقكم. انا بالنسبه ليا حيت الكاميرا هنايا ما يمكنش ندير لعنقي. صافي ديروا نتوما لوجهكم لعنقكم، ولا تبقاو بحال هكا حتى تقربوا تدخلوا للحمام. تقدروا ديروه للجسم ديالكم كله وتخليوه تقريبا واحد جوج دقائق بحال هكا وسط الحمام، وزوين زوين يا البنات. اي ماسك درتوه وسط الحمام كيبيض، وهذا تكونوا على يقين غادي يعطيكم نتيجه ولا اروع. ها نتوما كما كتشوفوا الجنس ديال المكون، ها نتوما شفتوا كيكون ما ثقيل ما خفيف، يعني يكون ميزانكم على حسابكم نتوما شنو اللي بغيتوا.
صافي كناخذ البانسو ديالي صافي وكنطبق الماسك ديالي على هذا الشكل هذا على وجهي كامل كامل. وصافي البنات دابا من بعد ما طبقت الماسك ديالي على وجهي دابا غادي نخليه تقريبا 10 دقائق ولا 15 دقيقه على ما تنشف لكم بتاتا من الوجه. عاد ديك البقيته غادي تغسلوه وصافي غادي نخليه دابا تنشف ليا مزيان مزيان في وجهي وغادي نغسلو وابخي نرجع لكم. صافي البنات من بعد ما غسلت الماسك شوفوا شوفوا ليا على نضاره كيعطي وعلى بيوضه وكيخلي لابو نقيه بزاف بزاف. قارنوا ليا في الاول ديال الفيديو ودابا فرق كبير بزاف بزاف. جربوا هذا الماسك ما غاديش ندموا عليه. ماسك واعر بزاف بزاف ومتواجد غير في الدار. عباد الله متواجد غير في الدار. واش قاس حالك انك تنوضي تهزي واحد المعلقه ديال اتاي وتطحنيها؟ ما قاس حاش هزي واحد المعلقه ديال اتاي وتطحنيها وسيري جيبي لك واحد الدانون ديال جوج دراهم ولا ما كانش عندك ديري الحليب وديريه لوجهك وطليه لوجهك وتبعيه يوميا يوميا يوميا. منين تبغي تنعسي خليو لي ماسك تلمين تبغوا تنعسوا عاد ديروهم على وجهكم. واش قاس حالك عاد قولي لي دابا قاس حالك نوضي ضربي الفقد في راسك وتهلاي في راسك وكلشي. اويلي مالكم نتوما هامين راسكم حاضرين على الكوزينه 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 والواحد اي نحضر الكوزينه نوجد الماء للدار ولا نوجد لراجلي ولا ما فيها باس ولكن مورا الفطور نخصوه غير لينا واخا كنعياو وكلشي ولكن نخصوه غير لينا. النهار كامل ضربنا فيه تمره وما يجوش مورا الفطور ثاني شنو بغيت انا ما كاينش. تفكروا شويه ريوسنا يا البنات تفكروا شويه ريوسكم. مهم من بعد هنايا عندي هنايا الثلج باش نسدوا المسام. ها نتوما دابا غادي نديرها غادي ندوزها على وجهي كامل كامل حيت راكم عارفين راه يلاه خرجت من الدوش ودرت هذا الماسك وهذا باش نسد المسام. تاكد انني سديتهم بصفه نهائيه. صافي دابا ما بقيناش باغيينكم صافي. بعد نجيو لي طاب الاخرين ديال لي غاطاسيون كاع ديال داك التخربيق. دابا من بعد ما سديت المسام ديال وجهي تاكدت انا المسام ديال وجهي تسدو كلشي. دابا غادي نجيو لي غاطاسيون غادي ايدغاتي وجهي اولا غادي نرطب وجهي بهذا الكريم هذا ديال سيتافيل. غادي ندير شويه وغادي نرطب به وجهي. غادي ندير لو جيل ديالي ديال تحت العينين من بعد غادي نرطب شنايفي. من بعد غادي نجيو لزيت الخروع اللي بقى ليا منها شويه 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 راه خديتها خلاص في المشتريات. باقي ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو ديال المشتريات وغادي نوريهم لكم. غادي نوري لكم كاع دوك الزيوت اللي خديت. وغادي ناخذ اي فرشه ديال الحجبان عندكم اولا ديال الشفار. المهم خذوا اي فرشه خصوها غير لهاد لي طاب هادي وغادي نديروها حجباننا بحال هكا لتحت وغادي نديروها حنا طالعين بحال هكا باش ما يجي فين وصل العيد ويكونوا حجباننا عامرين وهذا ونقدروا نطراسيوهم حنايا على على حساب لا فورم اللي بغينا. داكشي علاش غادي ندير هاد لي طاب هادي حيت راكم عارفين زيت الخروع كتنوض الشعر زوينه للحجبان. كاينين اللي كيديروها الشفر ولكن انا بالنسبه ليا ما كنديرهاش الشفر حيت الله يستر قال لك مع المده كيديروا كرات في العينين ديال الزيت وهذا الله يستر. صافي ما كنديرهمش اصلا ما كنتش نديرها كنديرها غير بحال هكا الحجباني حيت العين شي حاجه اللي حساسه وانا كنخاف لا توقع ليا شي حاجه في عيني ولا شي حاجه. بالنسبه للناس اللي كيستخدموا زيت الخروع لعينيهم ها نتوما راه صعيبه بزاف قالوا صعيبه للعين. وصافي اي زيت اخرى ماشي غير زيت الخروع. وصافي هذا ما كان. المهم راه درتها الحجباني باش غير يوصل العيد حنا ناخذوا لا فورم اللي بغينا ديال الحجبان نطراسيهم وبزاف ديال الحوايج. انا قليل خلاص فين كنحيدهم كنخليهم عزازين عليا الحجبان يكونوا طبيعيين وغير نمشطهم بحال هكا كيعطي واحد المنظر زوين 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 بزاف. دابا غادي ندير ثاني هذا البنيتانت هذا غادي نحمرو الحنيكات ونطيحو شويه السر. مهمة البنات بدلت الشال باش نبان لكم شويه يبان فيا شويه ديال الضو. صافي حمرت الحنيكات وكلشي. قارنوا ليا في الاول ديال الفيديو فاش كنت شاحبه ميته ودابا
كاين فرق ولا لا، قولوا لي في لي كومونتير واش كاين فرق ولا لا. وصافي هذا ما كان، هنا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو. غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا فريسكم حتى لا فيديو جاي ان شاء الله. وما تنسوش انكم تتبعوا هذه الخطوات اللي وريتكم، غير بمعلقه ديال اتاي تقدري ترجعي بلارا تبعوا هذه الخطوات البنات اللي كنوريكم. ما غاديش تنمو شي حاجه اللي زوينه وغادي تلقاو عليها نتيجه وغادي تردوا عليا الخبر. انا متاكده انكم غادي تردوا عليا الخبر. وصافي هذا ما كان يا البنات، هنا غادي يكون سالى الفيديو ديالنا. كنضرب لكم مواعيد الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا فريسكم حتى لا فيديو جاي ان شاء الله. ومعكم زاب، سلام، باي باي.